عليكم من جديد هذه المرة شهودا على الأصول، ولكنها ليست سنوات الفرص الضائعة بل هي سنوات الفرص القادمة. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. إنه الأمل في حياة أفضل، إنه الحلم بمصر الدولة القوية العصرية الحديثة. سنوات الفرص القادمة في الأوقات التالية على النهار اليوم.